السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس فيلير. الدروس الماضية تعلمنا كيف نبني بروسيجر، وتعلمنا كيف نسوي فانكشن، وعرفنا شو الفروقات بين البروسيجر والفانكشن. اليوم راح نبدأ بكرييتينج باكيجز. اليوم راح أبدأ بالتطبيق العملي مباشرة عشان أقرب لك الصورة أكثر، عشان تعرف شو معنى الباكيجز. إذا بشكل عام خلينا نروح على SQL Developer ونشوف شو في عنا هذا الإكزامبل. لو فرضنا إنه أنا في عندي فانكشن، هذا الفانكشن بيحسب مساحة المربع. مساحة المربع اللي هو الضلع ضرب الضلع أو الضلع تربيع. فسويت كالتالي: create or replace function، اسم الفانكشن square area، بياخد بارامتر واحد اللي هو البي سايد أحد الجوانب المربع، return number is begin return الـ b side ضرب الـ b side end. إذن أنا عندي هاي أول function. إذن قال لي function square area compiled. إذن function بياخد قيمة واحدة بضربها ببعض برجع القيمة. أنا عشان أنفذ الـ function في عندي عدة طرق. ممكن أنفذ الـ function عن طريق select statement، فبقول له select اسم الـ function وبعطيه بارامتر 4، بدي أشوف مساحة المربع اللي طول ضلعه 4 from dual، إذن حيعطيني 16. إذن كلام جميل. بنجي على الفانكشن الثاني. الفانكشن الثاني لحساب مساحة المستطيل. مساحة المستطيل اللي هو length ضرب الويدث، الطول في العرض. فـ create or replace function rectangle area بياخد two parameters الـ PL والـ PW، return number is begin و end. بالريتيرن شو بنسوي؟ نضرب بالطول ضرب العرض بكل بساطة. إذا هي نفذنا الفانكشن الثاني، قال لي function rectangle area compiled. هلا فيني كمان أنفذ الفانكشن جوا select statement، فيني أنفذها جوا global variable، فيني أسوي variable أحط فيه القيمة جوا anonymous block. في عندي هاي الطرق كلها عرفتك اياها في المحاضرات الماضية كيف انك انت تنفذ الفانكشن. فهلا لو انا بدي اشوف مساحة المستطيل اللي طوله 4 والويث تبعه 5، اذا حيعطيني 20. اذا كلام جميل. هلا افرض اني انا كمان سويت مساحة المثلث وسويت مساحة الاسطواني الى اخره. هلا اوراكل بتقول لك انت ليش تبني هاي الفانكشنز تكون سيبريت على الداتابيس، كل واحد لحاله ستاند الون. بقول لك ما دام انك انت هاي الفانكشنز كلها بتخدم هدف واحد وهو حساب المساحه، ليش انت ما تحط هدول الفانكشن جوا سله معينه؟ هاي السله بنسميها باكج. اذا عرفنا ليش احنا بنستخدم الباكج. إذا الباكج هي عبارة عن PLSQL block that group related subprograms. إذا يجمع related subprograms سواء كان procedure سواء كان functions، ممكن نحط فيه global variables إلى آخره. طيب عشان إحنا نبني باكج بنحتاج جزئين. الجزء الأول بنسميه الباكج specification، والجزء الثاني بنسميه الباكج body. خلينا نشوف كيف. بالباكج سبيسيفيكيشن بنقول له كرييت اور ريبليس باكج واسم الباكج. اذا هاي الجمله بتبني الباكج سبيسيفيكيشنز. كرييت اور ريبليس باكج، اسم الباكج از واند، ما في عندي بيجن. بعدين بحط الهيدر للسب بروجرامز اللي بدي اعرفها. فحطيت فانكشنز، الاول هو سكوير اريا بياخذ بارامتر واحد برجع نمبر. اذا انا بحط فقط ايش الهيدر للسب بروجرام. فانا حطيت الهيدر للفانكشن الاول والهيدر للفانكشن الثاني. يعني شو يعني الهيدر؟ يعني فقط هاي الجزئيه، شايفينها هاي الجزئيه فقط لا غير، من غير ما يكون عندي الاز والبيجن والى اخره. اذا هاي الجزئيه ما بستثنيها. اذا نرجع مره ثانيه. فإذا أنا ببني الباكج سبيسيفيكيشنز بحط فيه عندي السب بروجرامز فقط قسم الهيدر. إذا فقط هاي التعريف. خليني أنفذ هاي الباكج أو أسوي لها كومبايل. قال لي باكج أريا كومبايلد.
هلا طيب الكود وين بدي اكون الكود لهاي الفانكشنز وين بده يكون موجود؟ بده يكون موجود في البادي. فهلا هاي نفسه بعيده مره ثانيه الكود، بس بحط كلمه قبل باكج ايش؟ بحط بادي. فصار عندي كالتالي create or replace package body واسم الباكج. اذا صار عندي هون جمله زياده اللي هي البادي. اذ هلا بحط الفانكشن الاول كامل وبحط الفانكشن الثاني كامل واند. طبعا هاي الاند لمين؟ هاي الاند لمين؟ للباكج بادي. اذا create or replace package body area is واند، كمان برضو ما في عندي begin. بحط الفانكشن الاول كامل مع الكود والفانكشن الثاني كامل مع الكود. اذا هاي هي بكل بساطه. هلا بننفذ هذا الباكج بادي، قال لي باكج بادي اريا كومبايلد. طيب كيف انا هلا فيني انادي هذا الفانكشن او هذا الفانكشن؟ بكل بساطه بحط اسم الباكج دوت اسم السب بروجرام. اذا كيف نسوي هلا؟ سيلكت اريا دوت سكوير اريا 4. اذا هون عندي اسم الباكج بعدين دوت اسم ايش؟ اسم السب بروجرام، سواء كان فانكشن او كان بروسيجرز. بس طبعا هدول الفانكشنز اللي بدك تناديهم لازم اجبار يكونوا اصلا موجودين في قسم السبيسيفيكيشنز، في قسم السبيسيفيكيشنز، لانه ممكن يكون عندي البادي يحتوي على فانكشنز هاي بتكون لوكالي خاصه في البادي، لكن الفانكشنز والبروسيجر بتكون في قسم السبيسيفيكيشن هاي فيك تناديها. اما اذا كان في عندي مثلا هون فانكشن جوا البادي ومش موجود بالسبيسيفيكيشن، هذا بيكون خاص فقط للبادي. هاي حنجيها في المحاضره الماضيه القادمه ان شاء الله. اذا بكل بساطه بننفذ اسم الباكج دوت اسم الفانكشن، نفذناه رجع لي 16، الثاني رجع لي 40 اللي هو 4 ضرب 10. اذا هلا ما في داعي للفانكشن الاول اللي بنيته لحاله، وما في داعي للفانكشن الثاني راح اسوي له دروب. ان سويت دروب للفانكشن الاول ودروب للفانكشن الثاني. اذا ليش انا؟ لاني انا استخدمت هدول الفانكشنز، خلاص بدي اصير اعدد صياغه كتابتهم جوا ايش؟ جوا الباكج. فما في داعي يكونوا ستاند الون على الداتابيز لحالهم. اذا هاي هي بشكل عام ايش؟ الباكج. هلا لما كنت اكتب دي بي ام اس اوت بوت لاين، هلا فهمت شو معنى دي بي ام اس اوت بوت لاين. معناته الدي بي ام اس اوتبوت معناه اسم باكج، وبوت لاين عباره عن اسم بروسيجرز. اذا هاي هي بلشنا نفهم. اذا المعلومات اللي استفدنا منها اليوم انه الباكج تستخدم عشان اسوي جروبنج لسبب بروجرامز بيخدموا نفس الهدف، وعشان اسويها بسوي السبيسيفيكيشنز بحط فيه الهيدر لسبب بروجرامز، وبالبادي بيكون الكود موجود. اذا وبهذا اليوم يكون قد انهينا، وفي الدروس القادمه سناخذ امثله اكثر بكثير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.